صباح عليكم حباباتي، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم خرجت عن نطاق الخياطه، حبيت نجرب حاجه جديده، قلت لا غنجربها ونحطها ونشوف. انا غدرت اليوم المحاجب، محاجب يعني والله معشوقة الجماهير. انا غدرت السميد الملح، انا ندير السميد وحده، ما نديرش الفارينه معاه، نخلط ندير الكيلات السميد ونشمخو بالماء ونخليه يريح، بعد نقسمو لي بولات ونحطهم في السميوة في الزيت، ندهنهم بالزيت ونحطهم يريحو واحد نقول من ساعة ساعة، مام با ما يهمش، أنا المهم نخدم شغلي لو طون لي يريح المحاجب هادوك السمي العجينات. والعجينة لافارس واش نديرولها؟ بصل بصل وطماطيش وشوية عقاقر بيان سيغ، ما فيها حتى حاجة جديدة، محاجب بحاجب هما محاجب. الو انا راني ندير، راني نخدم فيهم يا ودي، ما نحكي لكمش. التليفون تاعي تعمر بالزيت، طاح لي من يدي، ما جيت نوصل نكمل هذيك لا سيونس تاع التصوير حتى شبت، هاني كملتهم وحطيتهم وفطرت بهم انا وليداتي بالصحه والراحه لينا، وشاهدكم في الجنه ان شاء الله. بيان سيغ المحاجب ما يجوزوش بلا كاسوس، وبقاو على خير بلا حلقات جديدة، ما نعرف ندورها طيب ولا نكملوا في الخياطة، ثم تقولوا لي عجبكم ولا لا. لا التصوير ما نهضروش عليه، بيان سيغ التصوير راه عيان كامل ما يشبه الوالو. هيا تهلاو في روحكم.